يا سعيد، انا بغيت نرجع معاك ليامات ديال الديربيات. انت من اللاعبين القلال اللي تالقوا في جوج ديال الفرق اللي هما كبار عندنا هنا في المغرب، سواء الرجاء سواء الوداد. انا بغيت نعرف هو شنو شكون شنو الاجمل ديربي اللي لعبتيه، واش بالقميص ديال الرجاء ولا ديال الوداد؟ شوف خويا، اي واحد تيبغي تيحلم يلعب الديربي، شوف اي ديربي تتلعبو الا هو تيكون خاص المردود ديالك يكون مزيان. باش تجي تشوف الديربيات شحال خلص هذا لعبتي، واحد الاخر لعبتي احسن منه، الاخر لعبتي شويه الاخر، يعني كاينين ديربيات بزاف. انا كاين واحد ديربي اللي نعقل اللي ما يتنساش ليا، كنت هذيك الساعه ما نكذبش عليك كنت مع فريق الرجاء البيضاوي ولعبنا ضد فريق الوداد البيضاوي، اللي ما نكذبش عليك كنا نفوزوا بشي راه عاقل السيمو، كنا نفوزوا بشي سبعه ولا كاو لا. اين ديربي هذا؟ وفازوا علينا الوداد بجوج لواحد ديال ياجور. هذاك من احسن الديربيات، هذاك اللي ما يتنساش يعني. ولكن سعيد نفكرك واحد الحاجه، راه كنتوا مراكشوا التعادل وشديتوا كره، راه درتوا شي 53 باص ولا ما عرفتش. وانت عرفتي راه بقيتي كتشد ودرتي التير الكامل. ودابا المشكله تتلعب من لا ديفونس، تتصل عند حسن الطير وتحيه لحسن الطير من المنصور وجميع اللاعبين اللي لعبت معاهم لا في الوداد لا في الرجاء، يعني لاعبين اللي اخلاق عاليه، كنا بحال الخوت، كان ما كانش بيناتنا شي عداوه، كان الحمد لله كان اللي تيدخل تيقضي، كان تتوصل من عند الكارديا، كان هذيك الساعه تنظن طارق الجرموني كانت تلعب تتوصل عند الطير وما فيه ما يماركي، تيدير اوروتري تيرجع وتيلعب باس لونغ عاوتاني من لاطاك تيرجع على الجرموني. واتصل محمد، كان معنا محمد ديك الساعه، تحيه لمحمد فاخير. محمد ديك الساعه راه ماشي صوت، وعيني كان يخرج وانتوما زيدوا لقدام ضربوا علينا البيت كما قال الله راه ما هضرش معانا وقال لك ديوا معكم للدار دابا. لا لا، كما قال سعيد راه اي واحد كيحلم يلعب الديربي ولا بهذاك الضغط الجماهيري. وانا بلاتي اخويا سيمو قاطع حضر واحد الديربي لعب ضد السيمو عاوتاني، واش تخيل باش عرف المحبه والصداقه اللي كانت بيناتنا، واخا لعب ضده هذاك الشيء، واحد الكره كان عطاها لي العمراني تقطعات لي العمراني، يلا غادي ندلا كونتور اورونتي باش ندور، جدها ليا شكون يديها ليا في الداليا بايلة قوم فاس مع بوطو، عرفتي شنقول؟ ناري لا تماركات يقولوا هذا بيع المار، فهمتيني؟ ضربها بايلة ويطاكلي العمراني قاصتو، تحية لهشام تقريبا من المنبر، تحية لهشام هشام العمراني وضربها، اقسم لك بالله خويا، عرفتي دقيقة يلا بدينا ما ناري ناري السيمو، والسيمو انا لاعب ضد قريب وسعيد واش هاد الشيء؟ كيما تجيش منك الماركي ولكن ما تجيش. كيما قال الاخ سعيد، اي واحد كيحلم يلعب ديربي الصراحه كتبقى مقابله كبيره، الحمد لله بالجماهير ديالها، الحمد لله شرف لنا لعبنا ديربيات، ولكن بقات هذيك العلاقه ما بيننا وبين اللاعبين ديال الوداد، الحمد لله والجماهير الوداديه والجماهير الرجاويه، هذيك العلاقه اللي بقات والحمد لله. اي واحد اللي شرف يلعب مقابله. سعيد بلاتي غنستغلوا الوجود ديالك شي نويطه قديمه، ما تسقلش ليا دابا عاود ليا قبل ما تمشي، انا عزيزي الذكريات تفكر شي وحيده. ودابا المشكل السيمو راه طلع عليه نويطه عنده 1000 ديال هذا هو المشكل، راه تيبان لكم دابا بحال هكاك ومطريات الا واحد النهار ما بلاتي نعقل اعطيني النويطات والله الا كيف اخويا بلاتي مع السيمو اش نقول لك؟ نسيبو بلاتي بزاف والله الا بزاف. سعيد خليت كاينه وحده اللي نعقل على النهار ديال اللي سميتيس، الدار اللي سميتيس فين كان يلاه مصبغ شعرو بالحمر هذا، عرفتي السيمو قال لي هذاك الطرولي ديال الغدا هادشي باقي كامل لعبنا، وانا تنقول له شوف انا معاك نتقطع وانا نسودي شوف صراحه دوزنا بقيت زوين هادشي اللي بقى. لا بغيتي النويطات راه كاينين جوج اللعابه اللي غنذكرهم ليك دابا، راه باقيين واحد كاين على برا وواحد باقي يلعب انا ضد بركان، كاين يازور ايوه وكاين دوليازات ودوليازات
دري ترك يعود على كل شيء. هادو راه هادو تبارك الله داري تا هما اللي دوزوا معنا واحد الكاس العالم. هادو هما اللي خرجوا المويطات. تحيه لهم كاملين، تحيه لهم كاملين اخويا سعيد. كاملين والصراحه ورابح رابح يوسف رابح تا هو راه يوسف رابح. انا عاودت لكم هادي راه تموتوا بالضحك. يلاه راه يوسف رابح واحد النهار كنا مريحين وفهمتي داخلين عند واحد السيد وكان لابس هو تقيصرات فهمتي وشورت وداك الشيء حيت تقيصرات هي بزاف وداك الشيء فهمتيني. قالك لا لا خلوهم خلوهم. دابا المشكل يوسف تبارك الله عنده صباع كبار ديال رجلي فهمتي عنده صباع كبار عنده صباع كبار عرفتي فين حيت تقاصر. قال تبارك الله خويا يوسف ويقول لي لا راه ماشي هكاك راه تيدي راه دكات. تحية ليوسف اخويا سعيد. اخويا سعيد هادشي هادشي خصو المدافعين اللي دازو في المغرب الشهاده ديال الجامعه. بيان سور بيان سور سعيد هادشي خصو ان شاء الله تكون معنا ان شاء الله ملي تجي لكازا. مرحبا بك مرحبا بك نجي عندكم ان شاء الله نجي نشوفك. مرحبا مرحبا والف مرحبا اخويا سعيد. نهار كبير نشوفك اخا سعيد. نهار كبير اخويا سعيد. سعيد فتاح لاعب الدولي السابق اكيد اللي دوز وداد والراجا دير به هنا. يمكن ما عرفتش يمكن هو اللاعب الوحيد اللي لعب لالي هنا وروتو هنا كنظن. ما عرفتش واش كنظن ان اللاعب الوحيد في التاريخ اللي لعب لالي ديال الديربي مع الرجاء والروتو ديال الديربي. سينا اخر لحظه في الوداد سينا تقريبا حتى اليوم الاخير ديال لا سيناتور هي فاش جا الوداد والروتو